بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نبدي وياكم بمرض مهم جدا اللي هو الباركنسون ديزيز او الدراجات اللي هي يسمونها نيورو ديجنريتيف دراج. طبعا يلا بسم الله نبدي. اول شيء راح ناخذ شنو هو مرض الباركنسون. راح نحكي على مرض الباركنسون اللي هو مهم جدا كمرض ويعانون اغلب الناس منه. وهذا المريض ايش راح يصير عنده على مود نعرف العلاج. اول شيء هذا المريض ملخصيها بكلمه سمارت اللي هو شفلنج جيت. شنو المرض شفلنج جيت؟ هذا المريض من يمشي، ملاحظين يمكن انتو، يمشي قدم رجل، يمشي خطوات يسموها شفلنج جيت، يعني او ستبج جيت يسموها، يعني يمشي خطوه، شوفوا هاي يمشي هالخطوه يرجع رجله وراح يرجع، شنو يرجع يمشي خطوه ورجله الاخت ترجع، فيمشي يعني شلون اقول لكم خطوه خطوه، سامي هاي تاتي تواتي، يمشي خطوه خطوه، يعني يمشي خطوه شوي يتقدم. فصعوبه عنده يسموها اكاينيزيا، يعني صعوبه بالحركه، يعني ما يقدر يمشي يعني نفسنا انه تمشي بسرعه، لا خطوه خطوه. والنقطه الاخرى من تحكي ويا هذا المريض عنده ماسك فيس. شنو ماسك فيس؟ يعني من تحكي ويا ما يبين تعابير وجه، ما يضحك، ما يحرك عينه، يسموها ماسك فيس، كانما هو لابس ماسك وجاي يحكي وياك، يعني ما اكو اي تعابير مال وجه من يحكي وياك. وبعد هذا المريض عنده، وهاي كلش مهم هذين الاثنين، رجدتي. يعني شنو رجدتي؟ يعني من تجي تلزم ايده، اذا تلزم ايده انت وتريد تسلم عليه راح تشوف ايده قويه كانما مخشبه، احنا نسميها بالمصطلح العام مخشبه، يعني رجدتي، يعني يعني جسمه تحسه مخشب، يعني خصوصا ايده، من تجي خصوصا ما تسلم عليه تحس ايده قويه يعني. ويصير عنده تريمور. شنو تريمور؟ طبعا دائما هو قاعد تشوفه ايده ترجف، ايده ترجف، يسموها رولينج تريمور، يعني كانما واحد قاعد وجاي يسبح، لازم يسبح بيده ويسبح. هذا هو الاعراض. فاحنا من راح نعطي علاج لازم نعالج شنو؟ لازم نعالج الرجيديتي ولازم نعالج التريمور. والرجيديتي والتريمور علاجهن، فلا شنو علاجهن طبعا وشنو سببهن اصلا هذني، هسه راح نعرف شنو سببهن. راح نجي نبدي بس السبب مال باركنسون حقيقة هو شنو السبب مال باركنسون؟ احنا قلنا هاي الباركنسون تريمور جديتي، قلناها هاي براديكاينيزيا، يعني صعوبة ببدء الحركة، نفسها اكاينيزيا نسميها براديكاينيزيا. ودائما هذا شو وقت يصير؟ العمر مالته يصير بالاولد ايج، ما يصير ماكو واحد عنده باركنسون هو عمره 40 او لا، يصير بالاولد ايج. ممكن يصير بعد ما احنا بالعراق يصير دائما غالبا بعمر 50 حقيقة، لانه يعني يصير بعمر 50 احنا بالعراق، بس يعني بدول اوروبا يصير بعمر 65 فما فوق. زين، السبب مال باركنسون شنو؟ السبب مال باركنسون هو ريدكشن اوف دوبامين، يعني الدوبامين يقل. زين ليش الدوبامين يقل؟ شنو سببه؟ السبب لانه هاي اكو ماده عندنا يسمونها سبستانشيا نايجرا. هاي السبستانشيا نايجرا وين موجوده؟ هاي تتكون من ثلاث اجزاء اللي هو جلوبوس باليداس، هاي ماخذيها انت بالبسطجه، هاي تفرز لنا الدوبامين. هاي السبستانشيا نايجرا هي اللي راح تتاثر بمرض الباركنسون، يعني هي اللي راح تتأذى وتتدمر مرض الباركنسون. وشنو اذا تأذت؟ ها انا اقول لك، شوف هنا هذا الاوفر فيو شو يقول لك. يقول لك انهبيتوري دوبامين نيورون. شنو هاي الدوبامين نيورون؟ شوف السبستانشيا نايجرا راح تعطي انهبيتوري دوبامين نيورون الى فد شيء يسمونه نيوستراياتم. هذا هو الجلوبس باليداس، وهاي تعرفوه طبعا بشكل مختصر، يعني بشكل مختصر انه الدوبامين تخيلوه هو البنزين، الدوبامين هو البنزين،
اللي يحرك الجسم. فالدوبامين طبعا هو البنزين، هو اللي يحرك لك، يحرك جسمك ويخليك تمشي. فانت من من من, من راح تفقد البنزين اللي هو الدوبامين، صراحة راح بعد بيك صعوبة تتحرك. فهاي هو الباثوفيسيولوجي بشكل مختصر. فهنا شو يقول لك؟ lose of the inhibitory effect of dopamine result in more production of acetylcholine, trigger chain of abnormal signal. طبعا احنا عندنا حقيقة عندنا شيئين، acetylcholine والدوبامين. الاسيتيلكولين هذا، هذا هو شنو؟ هذا هو البريك. والدوبامين هو شنو؟ هو البنزين. انت من راح يقل الدوبامين راح يزيد الاسيتيلكولين. الاسيتيلكولين شنو قلنا؟ بريك، راح يقلل الحركه. والدوبامين شنو؟ هو البنزين اللي راح يزيد الحركه. فبالتالي بالباركنسون ديزيز راح يقل عدد الدوبامين اللي هو شنو الدوبامين يعني اللي هو اللي راح اللي هو البنزين اللي زايد الحركه، وراح يزيد عند البريك اللي هو الاسيتيلكولين اللي يقلل الحركه. هاي الباثوفيسيولوجي مال المرض. فانا اريد شنو؟ اريد من اعطي علاج، اريد ازيد الدوبامين. هذا هو الميكانيزم مال العلاج. او شو اسوي بالعلاج؟ اما انا ازيد الدوبامين اللي هو البنزين، او اقلل الاسيتيلكولين اللي هو البريك، فهذا هو العلاج. اما ازيد البنزين او اقلل البريك، ادوس بريك بشكل بطيء، هذا هو الباركنسون. طبعا عندنا في المصطلح يسمونه سكندري باركنسون. سكندري باركنسون هاش وقت تصير، تصير بالأدوية اللي تقلل الدوبامين. والأدوية اللي تقلل الدوبامين هي الأدوية الأنتي سايكوسيز. شنو الأنتي سايكوسيز؟ هاي المضادات اللي يعني هذول مرضى اللي هم عندهم شيزوفرينيا، وهاي هاي راح ناخذها إن شاء الله فيديو كامل لها. هذول المرضى اللي عندهم شيزوفرينيا واللي عندهم يعني عندهم هذا السكيز، تعرفوا الشيزوفرينيا انفصام الشخصيه، وهاي راح يزيد عندهم الدوبامين. فالدوبامين هو يخليهم هيك يصيرون، هم يخليهم يصيرون شيزوفرينيك، يعني هم يخليهم يصيرون انفصام عندهم بالشخصيه، ويصير عندهم يعني كانما مجنون مجانين يصيرون، يعني مخابيض يصيرون. فنتيجه زياده الدوبامين، فاني بمرضى الانتي سايك طبعا الانتي سايكوسيس، وهذا راح نشرح عليه السايكوسيس، وراح اقول لكم ان شاء الله شنو هو نتيجه زياده الدوبامين. بينما الباركنسون نتيجه نقصان الدوبامين. فابو السايكوسيس من اعطيه انتي سايكوسيس دراج راح تقلل الدوبامين، فراح تسوي لنا مصطلح يسمونه سكندري باركنسون. زين، شنو التريتمنت مالته؟ انا ايش اسوي؟ طبعا لازم قلناها، لازم اما ازيد الاسيتيل الدوبامين او اقلل الاسيتيل كولين. اوكي اني يلا هسه زين، هسه العلاج، هسه اول علاج راح ناخذه، وهو علاجات مهمه جدا. شنو العلاجات اللي راح ناخذها؟ اول واهم علاج اللي هو الليفودوبا والكاربيدوبا. وهذا الليفودوبا والكاربيدوبا هذا اهم علاج بمرضى الباركنسون. اول شيء اريدكم تعرفون شغله زين، هسه واحد يقول لي دكتور زين ليش احنا ما نعطي دوبامين؟ هذا نقصان عند الدوبامين، ناقص عند البنزين، ليش انا ما اعطي راسا دوبامين والدوبامين يروح؟ وهاي لا، الدوبامين نوت كروس بلاد براين بارير، ما يعبر البلاد براين بارير، فما اقدر اعطي دوبامين راسا. زين هنا صارت عندنا مشكله انه انا ما راح اقدر اعطي دوبامين. زين هنا شنو اسوي هنا؟ لازم اعطي شيء شبيه بالدوبامين اللي هو يسمونه ليفودوبا. شنو هذا الليفودوبا؟ هذا الليفودوبا يشبه الدوبامين، يروح يقدر يعبر البلد برين بارير. فالليفودوبا هو يقدر يعبر البلد برين بارير على عكس الدوبامين. زين هذا عندنا مشكله. شنو مشكلتنا هذا اللي هو شنو مشكلتنا بهذا اللي هو هاي الليفودوبا؟ عندنا مشكله كلش عويصه. جربوا شنو مشكلة هذا الليفودوبا؟ لو تبعون هذا الفيجر، شوف هذا انا اليوم اعطي من اعطيت شنو؟ اعطيت هسه هذا المريض اخذ ليفودوبا. الليفودوبا طبعا شنو مصيره هذا؟ يقول لك هذا الليفودوبا راح يتحول. احنا شو نريده؟ احنا نريده وين؟ احنا راح نعطيه اورالي. فمن نعطيه اورالي وين راح يروح اول شيء؟ راح يروح اول شيء للجي اي تي.
بالجي اي تي هذا الليفودوبا وللاسف الشديد راح يتحول شنو بالجي اي تي؟ راح يتحول الى دوبامين. فهنا انا رجعت لنا نفس المشكله، هو بالجي اي تي تحول الى دوبامين، فهذا الدوبامين هم راح يقدر يعبر البلد برين بارير لانه هو تحول بالجي اي تي او ات بريفري، يعني ما صعد للسي ان اس، وكميه قليله منه، كميه قليله منه طبعا من هذا الليفودوبا راح تصعد للبرين، راح تصعد للسي ان اس، وشنو وتتحول الى شنو؟ تتحول الى دوبامين. فهنا شوف هاي المشكله، انه اغلب الليفودوبا اللي طيته راح يتحول بالجي اي تي الى دوبامين، وهنا صارت عندنا مشكله انه هذا ما هم ما راح يقدر يعبر البلاد برين بارير، ما راح يقدر يعبر اللي هو البلاد برين بارير. فهنا سوا وقالوا العلماء، قالوا راح نطي دراج يسمونه كاربي دوبا. شنو كاربي دوبا هذا؟ هذا كاربي دوبا يمنع يمنع يمنع، شوف هذا الدوبا اللي هو راح يروح للسي ان اس، راح يصعد للسي ان اس كمية قليلة، واغلبه وين راح يروح؟ اغلبه جاي يروح وين؟ اما بالجي اي تي ويصير دوبامين، او بالبريفرال تشو، بالبريفرال تشو يعني مو بالسنترال تشو. فهنا راح يسوي لنا مشاكل صراحه نعرفها. قالوا يا بخل نط دراج يسمونه كاربي دوبا، هذا ما يخلي الخلايا مال جي اي تي وما يخلي الخلايا مال البريفرال تشو تحول الليفودوبا الى الدوبامين، فبالتالي هذا الليفودوبا راح يصعد وين؟ راح يصعد للسي ان اس، تمام، راح يصعد للسي ان اس ويتحول الى دوبامين. فهاي هو الفرق، انه انا اذا اعطي ليفودوبا واحده كلها راح يتحول بالجي اي تي بالبريفرال تشو وما راح يصعد للسي ان اس، انه قلنا احنا الدوبامين ما يعبر البلد برين بارير، وكميه قليله منه لو تشوفون هذا الخط طبعا راح وين يصعد؟ راح يروح من هذا الدوبا، راح يروح وين؟ راح يروح للسي ان اس. اوكي يعني؟ فمن سوى الطوية كاربي دوبا؟ لا، وجدوا انه هذا راح يمنع تحويل الدوبا الليفودوبا الى الدوبامين، فبالتالي اغلبه وين راح يروح؟ شوفوا الخط ايش كبره السمكه، شوفوا السمك مالته وين راح يروح؟ راح يروح للسي ان اس، فبالتالي راح يشتغل. هذا هو اللي اريدكم اوصل لكم من هذا السلايد. راح نرجع، هذا حكيناها. فكاربي دوبا هو يمنع تحويل، يمنع الدي كاربوكسيليتد تو دوبامين، يمنع تحويل ليفودوبا الى الدوبامين ان ذا بريفري، ان ذا بريفري انتبه، فبالتالي راح يروح اغلب للسي ان اس. زين، هنا عندنا شغله، هذا الدوبامين من راح يتحول بالبريفرال تشو اللي هو بالجي اي تي وبالبريفرال تشو الى دوبامين راح يسوي لنا ادفيرس افكت. شنو الادفيرس افكت راح يسويها؟ طبعا الادفيرس افكت مالتها راح يسوي لنا فد، طبعا دائما خلوها ببالكم شغله مهمه جدا، الدوبامين من 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 النواقل اللي تسوي لنا نوجيا اند فوميتنج، يعني تخلي المريض تلعب نفسه ويزوع. فبالتالي من راح ناخذ ان شاء الله بالكورس الثاني اغلب الادويه اللي تستخدم لمعالجه اللعبان النفس ولا الزواع هي لازم تسد الدوبامين، لان الدوبامين شو يسوي لنا؟ يسوي لنا نوجيا اند فوميتنج، وخصوصا اذا تحول بالبرفري. فبالتالي هذا طبعا هاي الادويه اللي بنعطي ليفودوبا وحده قلنا راح يتحول بالبرفرال تشو المن الى الدوبامين، والبرفرال افكت راح ناخذهن مال ليفودوبا انه هو دائما الدوبامين شو يسوي لنا؟ يسوي لنا نوجيا اند فوميتنج، وبعد الدوبامين تعرفوه هو من السمباثيتك يروح للقلب، شو يسوي به؟ يسوي خربطه بالقلب، ارذميه، ويروح يقلل الضغط. طبعا دائما الدوبامين عكس اخوته اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين، كان هذيك اللي يسوون هايبرتنشن، هذا يسوي هايبوتنشن. فبالتالي انا اليوم من اعطيت كاربي دوبا منعت هاي البريفرال افكت انه المريض تلعب نفسه ويزوع ويصير عنده مشاكل بالقلب وضغط القلب. حقيقه الليفودوبا هو اهم دراج، از دراج اوف تشويس، الليفودوبا والكاربي دوبا، انتبهوا مو بس الليفودوبا بعلاج الباركنسون ديزيز. وجدوا انه هذا راح يقللنا الريجيديتي والتريمور، يعني يخلي المريض يتحرك بسهوله بعد، ويخلي المريض ما يرجف، ما ايده تتحرك، يسموها يعني كانه ما جاي يسبح، بس بيه مشاكل.
المش ثلاث مشاكل تقريبا بيه. المشكله الاولى انه هذا تقريبا 5 سنين العلاج وراح ينتهي مفعوليته، يعني بعد شنو؟ يعني بعد هذا العلاج بعد ما يفيد 3 إلى 5 سنوات، وجدوا انه كحد اقصى 3 إلى 5 سنوات هذا العلاج بعد ما يفيد، والهالف لايف مالته قليله، يعني ساعه الى ساعتين. فالمريض لازم ياخذ شنو؟ ياخذ جرعات هوايه، اوكي يعني. فانه نتيجه انه عمره صغير وهاي زين، بعد شو يسوي لنا هذا؟ طبعا شو يسوي لنا؟ يسوي لنا ظاهره هذا الليفودوبا من الطين، يسموها اون اوف فينومينا. شنو هاي الاون اوف فينومينا شباب؟ الاون اوف فينومينا هاي انه المريض من تعطيه الدواء راح المريض يتحرك وتروح هاي الرشفه من ايده وراح يقوم وهذا الماسك فيس يروح، يقدر يضحك يقدر يحكي، بس بعد فتره ساعتين اللي هي ساعتين هذا المريض سد اللوز اوف نورمال موبيليتي اند تريمر، راح يرجع ايده ترجف، راح يرجع المريض ماسك فيس، راح يرجع المريض صعوبه عنده بالحركه اكاينيزيا. فهاي يسموها اون اوف فينومينا، انه من تعطي الدواء للمريض اون يشتغل، يرجع المريض يقدر يحكي، يروح الماسك فيس، تروح الرجيديتي، بس ورا ساعتين هذا المريض راح يرجع ايده ترجف، راح يرجع هذا المريض ماسك فيس. هذا يسموها اون اوف فينومينا. هاي مشاكل، انه المشكله الاولى 3 إلى 5 سنوات، المشكله الثانيه شورت هالف لايف، والمشكله الثالثه هاي الاون اوف فينومينا. وعنده مشكله بس هاي نقدر نتفداها، انه هذا الدواء اذا ياكل المريض يعني اكل هاي البروتين، يعني الاكل اللي ياكل اكل غني بالبروتين، فراح ما يخلي الدواء يمتص انترفير. فبالتالي شو نقول للمريض اللي ياخذ ليفودوبا؟ نقول له اخذه على معده خاليه، امتي ستومك، لانه هذا الدواء اذا اخذته ويا الاكل، وخصوصا اذا اكل كان هاي البروتين، فشي صار عند هالمريض؟ ما راح يقدر يمتص الدواء، راح يقلل امتصاصه. فشو نقول له؟ نقول له اخذه قبل الاكل. هاي تعرفوها انتوا، يعني هاي من اهم الاسئله اللي يسالوها المرضى، انه اخذ الدواء قبل بعد الاكل ويا الاكل. تقول له اخذه قبل الاكل بنص ساعه، وهاي النقطه مهمه جدا، لانه اذا تعطيه ويا اكل خصوصا هاي البروتين راح يقلل امتصاصه. هسه راح نجي ناخذ الليفودوبا. الليفودوبا مثل ما قلنا انه قلنا قسم منه راح يتحول بالجي اي تي وبالبريفرال تيشو، وقسم منه راح يروح للسي ان اس. فالإفكت مالته راح نقسمهن البريفرال إفكت والسنترال إفكت. احنا مو قلنا سواحد يقول لي شنو هاي، احنا مو قلنا هذا الليفودوبا قسم منه راح يتحول بالجي اي تي وبالبريفرال تيشو، وقسم منه وين راح يروح؟ راح يروح للسي ان اس. فراح يصير عندنا تو إفكت، راح يصير عندنا بريفرال إفكت وسي ان اس إفكت. يعني البريفرال إفكت يعني نتيجه تحويل الليفودوبا، شنو هاي البريفرال إفكت؟ نتيجه تحويل الليفودوبا الى دوبامين. وين؟ لا دوبامين وين؟ بالبرفري. هذا يسموها بريفرال افكت. والسنترال افكت نتيجه تحويل الليفودوبا الى دوبامين وين؟ بالسي ان اس، بالبرين نفسه. فالبرفرال افكت مالته شنو هذا المريض؟ وهي قلناها، المريض راح تلعب نفسه، راح يزوع. ليش؟ لانه قلنا وهي كلش مهمه، الدوبامين من النواقل اللي تحفز لنا كيمو تريجر زون. شنو هذا كيمو تريجر زون؟ هاي كيمو ريسبتر تريجر زون، هاي منطقة إذا تحفزها المريض راح تلعب نفسه ويزوع بشكل مختصر. هاي وين موجودة؟ هاي موجودة، هاي صحية موجودة بالسي ان اس، بس هاي موجودة خارج البلد برين بارير، خارج البلد برين بارير. سواء واحد يقول هاي هي مو موجودة بالبرين، إيه موجودة بالبرين، فخارج البلد برين بارير. فإحنا كل شيء خارج البلد برين بارير شو نسميه؟ نسميه بريفرال تيشو. وكل شيء داخل البلد برين بارير هو شنو؟ هو السي ان اس. فبالتالي هذا الدواء من راح تطيل نتيجة البريفرال افكت النوزيا والفوميتينج تلعب نفسه ويزوع، وبعد شي يصير عنده قلنا ضغطه يقل، وبعد هذا راح يروح على الهارت يسوي تاكي كارديا. فهاي هي البريفرال افكت. فبالتالي انت اذا تطيل ليفودوبا وحده، اغلب الليفودوبا راح يتحول بالبريفرال تيشو، فبالتالي هاي الادفيرس افكت راح تكون اكثر مور اذا تطيل ليفودوبا وحده. يعني المريض راح يزوع اكثر، راح تلعب نفسي اكثر، راح يقل ضغطه، راح القلب مالته يصير بيه تاكيكارديا اكثر، اوكي عيني. هاي هي يسموها بريفرال افكت. ومن البريفرال افكت المهمه جدا انه هذا المريض يصير عنده شنو؟ يصير عنده مدرياسز. شنو مدرياسز؟ طبعا لانه هذا الدوبامين هو من السمباثيتك، وتعرفون انتم السمباثيتك شو يسوي بالبؤبؤ مال عيني؟ كبره، لانه انت بحاله خطر يسموها فايت، فعينك تكبر، البؤبؤ مالتك يكبر عم تقدر تشوف.
فبالتالي يسوي مدرياسز من تشوف على المريض، باوع على المريض اللي ياخذ هاي الادويه راح تلقى عين البؤبؤ مال عين كبير. وبعد شنو هاي كلش مهمه، هاي دائما يجيبوها بالامتحان، انه دائما هذا المريض من ياخذ هذا الدواء اللعاب مالته السلايفا واليورين يصير لونه جوزي براونش. فبالتالي هذا لازم تقول له، لازم تقول له ترى من انت راح تاخذ هذا الدواء السلايفا مالتك اللعاب واليورين مالتك الادرار راح يصير شنو، راح يصير لونه جوزي. فمو تخاف، هم بس يصير جوزي راح يخافون اهله، راح يقولون هذا صار بشي. فهاي لازم تقول له عليه ليش ديو تو كاتيكول امين اوكسيديشن. فهاي البرفرال افكت. شنو البرفرال افكت؟ مريض تلعب نفسه، مريض يزوع، عنده مشاكل بالقلب، البؤبؤ مال عينه يكبر، وبعد شنو المريض اللعاب واليورين ما تأثر برامش. السي ان اس افكت مالته شنو؟ اللي هو نتيجه تحويل الدوبامين الى الهاي بالبرين. السي ان اس افكت مالته هو شنو؟ هو فيجوال اند اوديتوري هلوسينيشن، هلوسه. شنو هاي الفيجوال؟ الفيجوال هلوسينيشن انه المريض يشوف اشياء انت ما تشوفها، يعني يجي يقول لك اني جاي اشوف كوابيس، اني جاي اشوف، جاي اسمع اشياء غريبه. مثلا يقول لك اليوم شفت نفسي بالفضاء، يعني كوابيس وهلوسه، هلوسه بصريه وسمعيه، يعني يسمع اشياء غريبه ويشوف اشياء غريبه، وهاي نتيجه زياده الدوبامين بالسي ان اس. لذلك قلت لكم الامراض النفسيه اللي هو الشيزوفرينيا كلها نتيجه زياده الدوبامين بالبرين، نتيجه زياده الدوبامين بالبرين. فبالتالي نتيجة زيادة الدوبامين بالبرين راح تخلي المريض نفس كأنما راح يصير عنده شيزوفرينيا، كأنما المريض راح يصير عنده انفصام شخصية، كأنما المريض يتخبل. فدائما هذا المريض راح يقعد خطية، يقعد الصبح شايف كوابيس، يقول لك يعني أنا مرة شفت فنان مصري طلع، يعني هو عباله المرض الباركنسون هو يسوي هاي الكوابيس، لا هو الدواء اللي هو الليفودوب هو هذا يسوي لنا الكوابيس، لأنه زيادة الدوبامين بالبرين هو راح يسوي لنا الفيجوال اند اوديتوري هلوسينيشن، يعني المريض يسمع ويشوف اشياء غريبه. وبعد ايش راح يسوي لنا هاي الليفودوبا بالسي ان اس؟ راح يسوي لنا فشي يسمونه ديسكاينيزيا وديستونيا. خلي اشوفكم هذا شنو الديسكاينيزيا والديستونيا. ها هي الديستونيا، انه شنو المريض رجله او ايده او رقبته راح تشنج. شوف هاي هنا شلون رجلها مشنجه، راح تشنج. هذا المريض رجله راح تشنج، رقبته راح تشنج، فيصير عنده تشنجات. هذا هو يسموها الديستونيا، وهاي ممكن تكون ريفرسبل. خلي ببالك يعني شنو ريفرسبل، يعني المريض يظل طول عمره رجله هيك، او طول عمره رقبته، او طول عمره هاي. اوكي زين. بعد زين شنو هاي الديسكاينيزيا؟ الديسكاينيزيا حقيقه الديسكاينيزيا هو شنو؟ راح اشوفكم هاي هسه عندنا بالتليجرام. هاي هي الديسكاينيزيا لو تشوفوها. شنو هاي الديسكاينيزيا؟ لو تشوفون هاي الصوره راح ازيالكم ان شاء الله بالجروب، انه يصير عنده لسانه او عينه او حلقه او رجله تصير بيها تحركات لا اراديه. يعني هذا المريض تباوع عليه انت تلقاه يطلع لسانه ويعيب لك بيه، انت عبالك انه هذا جاي يستنقص منك او جاي يستفزك، بس هو حقيقة لا جاي يستنقص منك ولا جاي يستفزك، وانما هي هاي الديسكاينيزيا هي هاي نتيجة زيادة الدوبامين بالسي ان اس. فتشوف المريض يطلع لسانه ويسوي حركات، او يسوي حركات بحلقة بالماوث مالته، او يسوي حركات بعينه، او يسوي حركات برجله. وهاي هم ممكن تكون ايرفيرسابل، هم ممكن هاي الديسكاينيزيا تكون ايرفيرسابل وتكون المريض يعني ما يقدر يرجع لها. فهاي هي الديسكاينيزيا وهاي هي الهاي. فبالتالي احنا عندنا شنو؟ احنا عندنا التأثيرات مالته، التأثيرات مالته عندنا شنو؟ عندنا بريفرال افكت وسنترال افكت. بريفرال افكت نتيجة تحويل الليفودوبا الى دوبامين بالبريفرال تشو اللي هو بالجي اي تي وبالبريفرال تشو، والسي ان اس هو زيادة الدوبامين بالبرين، فهذا المريض راح يصير عنده هلوسة وراح يصير عنده ديسكاينيزيا، وهاي نفسها الاعراض الهلوسه، والهاي راح يصير مرضى اللي عندهم الانفصام شخصيه زياده الدوبامين بالبرين. زين زين
طبعا هاي حقيقة هاي المعلومة اشخط عليها، يعني انا راح اشخط عليها لانه هاي المعلومة غلط، يعني انا شفتها باكثر من كتاب، هي مكتوبة مختلفة يعني، فانا ما احب اطيعكم. اوكي الصراحة اقول لكم شنو الفرق، يعني هي هاي المعلومة هي مو غلط وانما بيها في التعديل، راح اقول لكم عليها بعدين، فعوفوها هسه. هسه عندنا الانتراكشن، هذا الليفودوبا يسوي انتراكشن. طبعا حقيقة هذا الدواء انت لازم خصوصا ويا البي 6، وهي دائما يجيبوها بالامتحان، الفيتامين بي 6 هذا البيريدوكسين هذا نطي. طبعا هذا اذا تطي ويا المريض اللي اخذ الليفودوبا ايش راح يسوي لنا؟ راح يحول لنا الليفودوبا الى الدوبامين بالبرفرال، فبالتالي هاي دائما يجيبوا يالك انه ما يصير تعطي البي 6 اللي هو الفيتامين بي 6 ويا الليفودوبا، لانه هذا راح يحول الليفودوبا الى الدوبامين بالبرفرال تشو، وبالتالي مور برفرال ادفيرس افكت. هاي كلش مهمه. زين هسه انا اريد اتغلب على عائق، العائق اللي اريد اتغلب عليه شنو هو؟ انه هذا الدراج شورت هالف لايف، يعني ساعة لا ساعتين. فش قالوا العلماء او الاطباء؟ قالوا يابا احنا نتغلب، هذا ليش هو الهالف مالته ساعة لا ساعتين؟ لانه هذا الدوبامين راح يتكسر بالسي ان اس بواسطة انزيم اسمه ماو، وانزيم اخر عندنا اسمه كومت، ماو وكومت. قالوا يابا عندنا انزيم يعني اللي هو الكومت، اللي هو هذا الكومت والكومت والشنو والماو، هذين الانزيمات هن راح تكسر الدوبامين وين؟ بالسي ان اس. راح تكسر الدوبامين اللي ينتج من الليفودوبا بالسي ان اس، فبالتالي راح يكون هذا الهالف لايف مالته قليل. فقالوا العلماء قالوا يلا يابا راح نطي وهذا شوف هذا الفيديو، راح نطوي هذا الدواء الليفودوبا ما هو انهبيتر وكومت انهبيتر اللي هو ادويه هسه راح ناخذين على مود شنو؟ على مود تزيد الهالف لايف، تمنع هاي الانزيمات اللي هو الماو والكومت انه تكسر الدوبامين بالسي ان اس. فعندنا دراجات الماو انهبيتر اللي هو دراج يسمونه فينيليزين، هذا دراج اللي هي من الماو انهبيتر من الانزيم. هاي الدراجات حقيقه بدنا نستخدم هذا، هذا ليش؟ احنا عندنا ماو انزيم، الماو انزيم هذا احنا عندنا انزيمات الماو والكومت، هذا الماو بي انواع اللي هو لازم انتم ماخذيها بالاوتونوميك نيرف سيستم اللي هو بي اي وبي بي تايب اي وبي الاي، هذا موجود وين؟ موجود بكل التشو، يعني بالسي ان اس، موجود بالجي اي تي، بس البي من اسمه بي موجود فقط بالبرين. هذا الفينيلازين يشتغل على الاي وعلى البي، فبالتالي هذا الانزيم راح يمنع تكسير الدوبامين بالبرفرال تشو اللي هو الاي وبالسنترال تشو، فبالتالي هذا راح يسوي لنا مشاكل. فقالوا يابا احنا ما نستخدمه لانه احنا ما نريد نزيد الدوبامين تمام بالبرفرال تشو، وهذا طبعا الانزيم الماو هو مو بس يكسر الدوبامين، يكسر الادرينالين ويكسر النور ادرينالين، فبالتالي انا هم راح ازيد الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين، ازيدهم بالبرفرال تشو وازيدهم بالبرين، فهذا راح يسوي لنا مصايب. هذا اللي تعرفون انتم الادرينالين والنور ادرينالين شو يسوون؟ يعلن الضغط. فوجدوا ان هذا المريض اللي راح ياخذ الفينيلازين لانه هو يوقف الاي والبي راح يصير عنده هايبرتنسيف كرايسيس، يعني ضغطه راح يعلق، يمكن يوصل ضغطه 190 الى 90. فبالتالي هذا المريض واللي اخذ تيالكم بالهايبرتنشن ميديكيشن، ممكن هذا المريض يطب، ممكن يصير عنده جلطه دماغيه، وهذا المريض ايده تقوم ما تتحرك، او صدره يقوم يوجع يصير عنده جلطه قلبيه. فقالوا احنا ما يفيدنا استخدم الفينيليزين لانه هذا يوقف الاي والبي، فبالتالي راح يزيد النور ادرينالين والابنفرين بالبرفرال تشو اللي هو الاي وبالبرين اللي هو السنترال تشو. تمام، فسووا درجات هسه راح ناخذها ان شاء الله. فهاي ممكن يصير عند هاي المريض اللي ياخذ فينيلازين
ضغطه يزداد، يصير عندك مشاكل بالقلب، لانه هاي تعرف زايد الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين بالبرين وبالبرفرال تشو، هاي تعرف ان تحفز القلب هذني. زين، عندنا مصطلح يسمونه ليفودوبا انديوس سايكوسيس. شنو ليفودوبا انديوس سايكوسيس؟ يعني الليفودوبا يخلي المريض عنده مشاكل نفسيه، سايكوسيس، يخلي المريض يتخبل، يخلي المريض يصير عنده هلاوس انه هو يشوف اشياء او يسمع اشياء نفس هاي. طبعا هاي دائما يصير عندنا بالمجتمع العراقي، انه هذا الطفل يجي يشوف اشياء ويسمع اشياء واهله او الناس يفكرون انه هذا الطفل بيجني او بهاي السوالف، فيقول لك هذا بيجني. لا، هو مو بيجني، هو يسمع ويشوف اشياء غريبه، يعني يسمع نتيجه زياده الدوبامين. فهاي الادويه الليفودوبا ممكن يسوي سايكوسيس، ممكن يخلي المريض يشوف ويسمع اشياء غريبه، فبالتالي هذا لازم هم عالجه. والعلاج مالته اللي هو درجين، اللي هو كلوزابين والكويتابين. الكويتابين هذين الدرجات استخدمهم بالمريض اللي عنده مشاكل نفسيه نتيجه الليفودوبا. وهاي الادويه هن الانتي سايكوسيس اللي راح ناخذهن ومحاضرة كاملة. فأنت بس خليها ببالك هسه، إنه هذا المريض أخذ الليفودوبا وصار عنده مشاكل نفسية، استخدم هاي الدراج اللي هو الكلوزابين والكوتابين. وهاي الدراجات هي من الأنتي سايكوسيس، يعني هاي الدراجات هي من الدراجات اللي هي مضادات السايكوسيس اللي راح ناخذها المحاضرة كاملة. زين، هاي شرحناها. طبعا هاي شرحناها، هاي الأدفيرس إفكت مال الليفودوبا، قلنا ما يصير نعطيه الفود، لأن الفود على امت ستومك يسوي لنا نوجيا، يسوي لنا فوميتنج، يقلل الضغط، يسوي تاكيكارديا، ويسوي مشاكل نفسيه سايكوسيس، سايكاتريك يسموها. هاي كلها شرحنا. هسه خلينا نشوف الفيديو ايش قد صار. صار 32 دقيقه. يلا اسوي لكم بارت 2.